فقرة الجرافيكس اللي حضراتكم دايما بتبقوا متابعينها معانا فقرة هنبدأ بيها، فقرة النيو تالنت أو فقرة النجم الصاعد اللي كل أسبوع بدأنا نجيب لحضراتكم نجم نتكلم عليه. لكن زي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي، دي أبرز النتائج الجولة السابقة في الدوري الإنجليزي. كريستال بالاس بيتعادل 1-1 مع أرسنال، تشيلسي بيفوز مع لامبورد أخيرا، بيرجع تاني ل يعني سلسلة الانتصارات بعد الهزايم والتعادلات الأخيرة بثلاث أهداف مقابل لا شيء أمام بيرنلي. اليونايتد الشياطين الحمر 4-0 ضد نورويتش سيتي. نورويتش سيتي يعني فريق للأسف صعد من دوري الدرجة الأولى الشامبيونشيب للدوري الممتاز، ما حدش حس بيه. قلت الكلام ده يا جماعة من أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي لما خسر 4-0 أمام فريق ليفربول، وكنت يعني مراهن إن الفريق ده مش هيكمل لاستمراره مرة تانية في الدوري الإنجليزي، والحمد لله إن أنا طلعت صح، ما خسرتش كلامي اللي أنا قلته. ونورويتش سيتي خسر 4-0 من اليونايتد أو الشياطين الحمر. ليستر سيتي بيخسر 1-2 من ساوثهامبتون، الفريق العنيد، الفريق اللي ليه بصمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. أما توتنهام هوتسبيرز وخسارة أمام فريق ليفربول، وجوزيه مورينيو ما باليد حيلة، غياب هاري كين وغياب سوسوكو أكيد أثروا بالسلب على خط وسط وخط هجوم نادي توتنهام. لأنا أعتقد أن جوزيه مورينيو قدامه الكتير علشان يوصل معاهم لنفس الإنجازات اللي حققها بوكيتينيو المدرب الأسباني، المدرب الكفء اللي وصل بأقل إمكانيات لأعلى المنصات. ليفربول بيفوز 1-0. أما أستون فيلا بيخسر بنتيجة كبيرة جدا أمام مانشستر سيتي 6-1 في تألق كبير لأجويرو. بس الغريب يا جماعة أنه تخيلوا مدير فني بيدرب فريق وتم توجيه سؤال لي من أحد الصحفيين بعد ما لاعبه تألق وأحرز أهداف، اتقال لي جوارديولا بالحرف اللي هقول لحضراتكم عليه دلوقتي، مين أفضل مهاجم مرنته؟ هل هو أجويرو؟ فطبيعي جدا مدرب علشان يمشي حاله هيقول لهم إيه؟ هيلوم آه هو أجويرو علشان يرفع من معنوياته ويكمل معاه في سلسلة الفوقان اللي هو فيها، أو هيرد رد مختلف وبالتالي يبقى مدرب محترف من وجهة نظر المشجعين والإعلاميين بعضهم مش كلهم. وبالتالي الرد كان صادم بالنسبة لكل جمهور مانشستر سيتي، إن هم قال لهم ميسي هو أحسن لاعب أنا مرنته في حياتي، وهو بصراحة عنده حق، ولازم أجويرو يكون مقتنع بكده. لو أي حاجة حصلت غير اللي أنا بقول لحضراتكم ده يبقى في حاجة غلط، يا إما عند سيرجيو أجويرو أو جماهير مانشستر سيتي. يلا نكمل مع حضراتكم في الدوري الإنجليزي ونروح للجولات القادمة. يوم السبت 18 يناير واتفورد أمام توتنهام هوتسبيرز، المباراة هتكون الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة. في نفس اليوم أرسنال عنده مباراة مهمة مع الصاعد من الشامبيونشيب شيفيلد يونايتد الساعة 5. أما الساعة 5 في نفس التوقيت مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، ومباراة مهمة الساعة 5. الساعة 7:30 وختام لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي في الساعة 7:30. يوم الأحد مباراة القمة، الفريق من ضمن ثلاث فرق اللي محمد صلاح استعصى عليه في التسجيل هو مانشستر يونايتد. فريق من ثلاث فرق، ركزوا حضراتكم، ثلاث فرق محمد صلاح ما قدرش انه يسجل فيهم: مانشستر يونايتد، سوانزي سيتي الويلزي اللي بيشارك في لقب في الدوري الانجليزي، وشيفيلد يونايتد. ثلاث فرق دول محمد صلاح ما عرفش انه يسجل فيهم، وبالتالي فرصه ذهبيه لليفربول على ملعبه قدام جمهوره علشان محمد صلاح ينجح في احراز هدف في شباك دخية، علشان يبقى ايه؟ يبقى واحد من اساطير الدوري الانجليزي بقى فعلا، ان هو سجل في كل الكبار، في كل الشباك، في كل الحراس، ما حدش واقف قدامه. وهنفضل ندعم محمد صلاح ونفضل نتكلم عليه بشكل كويس علشان هو ده فخر مصر، وهو ده فخر كل من هو عربي، وفخر من هو يحب ايضا الكره الافريقيه. محمد صلاح واحد من نجوم مصر، نتمنى له التوفيق في مباراه مهمه هتقرب ليفربول خطوات الى لقب الدوري الانجليزي. نروح ل قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي. جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 17 هدف، إمريك أوباميانج
لاعب أرسنال 14 هدف، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث 14 هدف، والمتألق اللي بيتسحب واحدة واحدة علشان يوصل للقب الهداف داني إنجز لاعب ليفربول السابق ولاعب ساوثامبتون الحالي 14 هدف، يتساوى مع راشفورد ويتساوى مع أوباميانج. أما سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 13 هدف، وتامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف يتساوى مع سيرجيو أجويرو. نروح لجدول الترتيب علشان نوري حضراتكم بقى الشكل النهائي لأول خمس فرق في الدوري الإنجليزي قبل الجولة اللي جاية، ونشوف الحسبة هتبقى عاملة ازاي. ليفربول في الصدارة ب 61 نقطة، طبعا عندهم لقاء مؤجل بسبب كأس العالم للأندية. مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 47 نقطة بيتفوق على ليستر اللي خسارته الأخيرة خلته في المركز الثالث ب 45 نقطة. أما تشيلسي في المركز الرابع ب 39 نقطة، واليونايتد بيعود مجددا إلى النور 34 نقطة. يعني احنا بنتكلم عن، تخيلوا حضراتكم جه الزمن اللي بنتكلم فيه عن اليونايتد، احنا عندنا يعني حد من الإخوة اللي موجودين في كنترول كتير بيشجعوا اليونايتد، فأكيد منهم زعلانين علشان خاطر اليونايتد في المركز الخامس ب 34 نقطة، لكن إن شاء الله يعني اليونايتد يعود تاني من جديد. لكن المباراة اللي جاية أكيد هنشجع كلنا ليفربول، مش عايز أكلم. يلا نروح للدوري الإيطالي. ماشي. فيورنتينا وسبال نتائج الجولة السابقة في الدوري الإيطالي 1-0 لفيورنتينا، روما واليوفنتوس 2-1 ليوفنتوس في مباراة مهمة جدا ومباراة كانت قمة في الدوري الإيطالي. ميلان وأول مباراة لإبرا كادابرا زلاتان إبراهيموفيتش الأسطورة صاحب ال 38 سنة، اللاعب السويدي يتألق ويحرز الهدف الثاني لصالح ميلان في أول مباراة بيشارك فيها في الدوري الإيطالي أمام كالياري. لاتسيو بيفوز 1-0 على نابولي، وأتلانتا بيتعادل إيجابيا 1-1 مع إنتر ميلان. طيب تعالوا نروح للجولات القادمة في الدوري الإيطالي ونعرف مين هيلاعب مين. يوم السبت 18 يناير لاتسيو سامبدوريا الساعة 4، نابولي وفيورنتينا 10 إلا ربع. يوم الحد ميلان وأودينيزي الساعة 1:30 في البدري، وليتشي وإنتر ميلان الساعة 4 يوم الحد أيضا، ويوفنتوس وبارما الساعة 10 إلا ربع. أبرز الهدافين والقائمة في الدوري الإيطالي، الأسطورة اللي هنتكلم عليه بالتفصيل اللي هنديله حقه، تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو 20 هدف، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 14 هدف، الأسطورة البرتغالية التي لا تقهر، لوكاكو لاعب إنتر يتساوى مع رونالدو ب 14 هدف، وجلفاو لاعب كالياري 11 هدف. عايز أقول لحضراتكم إن الدوري الإيطالي والدوري الأسباني دايما الأسماء بتكون غريبة علينا علشان إحنا مش بنتابع غير الأندية الكبيرة. يعني جلفاو لاعب كالياري، لاعب جاب 11 هدف وما أعتقدش إن في حد كتير يعرف جلفاو. يعني جواو بيديو جلفاو ده اسمه الثلاثي زي ما حضراتكم شايفين، ده عنده 11 هدف. لويس موريال اعتقد ان ممكن يكون البعض متابعه شويه، وانا ليه بقول كده؟ مش بس علشان خاطر الماتشات اللي احنا بنتابعها في الدوري الايطالي او الانجليزي، كمان عشان اللعبه الشهيره في العالم الفانتازي اللي كل الناس يعني بتعشقها وبتحبها جدا وبتلعب على طول عليها طول الوقت، وبالتالي اختيارك للعيبه والنقط والفلوس اللي معاك وهتبدل مين مكان مين، ده بيعمل نوع من انواع المعرفه لكل لعيب الدوري الانجليزي. لازم الليجا ولازم الكالتشو يعملوا نفس اللعبه بالظبط علشان الكل يشارك فيها وتبقى فرصه كبيره ان كل الجمهور في العالم يعرف اللعيبه. اخيرا لوتارو مارتينيز لاعب انتر عنده 10 اهداف يتساوى مع لويس موريال. يعني هم موجودين طبعا عشان هم بيعدلوا عليا وهم عندهم حق. الليجا والسيريا والكالتشو الفانتازي موجوده، لكن مش بنفس، بتكلم مش بنفس التقنيات، ومش بتكلم بنفس الاوبشنز اللي موجوده في اللعبه اللي موجوده في الفانتازي في الدوري الانجليزي. انا عايزهم يبقوا بنفس الكفاءات علشان خاطر الناس تبقى عندها معرفه. يعني في طبعا فانتازي في دوري الابطال ودي افضل حاجه بعد الدوري الانجليزي، لكن التوب هي الدوري الانجليزي. تعالوا نروح بقى لقائمه
الترتيب. يوفنتوس في المركز الأول 48 نقطة، إنتر ميلان 46 نقطة، لاتسيو في المركز الثالث 42 نقطة، أتلانتا في المركز الرابع 35 نقطة، روما في المركز الخامس 35 نقطة. نروح للسوبر الأسباني ونصف النهائي، فالنسيا وريال مدريد 3-1 للريال، برشلونة بيخسر 3-2 في مباراة فيها سوبر رومونتادا وريمونتادا يعني عالمية. اللي برشلونة بيعمله في الناس بقى يتعمل فيه خلاص، يعني دلوقتي الناس بتوع برشلونة زعلانين مني ويقولوا أنت يعني أنت برشلوناوي ولا ريالاوي؟ أقول لهم أنا بشجع الكرة الحلوة وصوري هي اللي بتتكلم عني. ده نهائي كأس السوبر الأسباني، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لكن ركلات الجزاء تيبو كورتوا بينقذ ريال مدريد من 3 ضربات جزاء، والريال بينجح في فوز ب4 ضربات جزاء مقابل ضربة جزاء لأتلتيكو مدريد.